وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من ألمانيا الأستاذ أحمد السيد الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد بعد التحية، كما أعلنت السلطات الألمانية هناك ارتفاع في حصيلة الضحايا للفيضانات التي حدثت في غرب ألمانيا، وصلت إلى أكثر من 180 قتيل. آخر الإحصائيات الخاصة بالخسائر أيضا بالنسبة لعداد المفقودين الآن وصل العدد إلى يعني الأرقام تحديدا وآخر الإحصائيات. أهلا وسهلا بك يا بني. أهلا بحضرتك. وطبعا يعني عايز أنوه على حاجة بالنسبة للخسائر هقولها لك، ولكن في توقعات خلال ساعات برضو تعتبر كارثة في بعض المناطق، ولكن في نفس المناطق اللي حصل فيها الكوارث، ولكن مناطق في غرب ألمانيا خلال ساعات قادمة سيكون هناك هطول أمطار غزيرة جدا جدا، ولكن في توخي وحذر بالنسبة للمواطنين من طبعا الجهات المتخصصة في حماية الكوارث، وطبعا الأحوال الجوية بالنسبة هي اللي بترصد، وطبعا المنطقة اللي هي يعني ستتأثر خلال الساعات القادمة منطقة كوبلونز، ودي منطقة طبعا يعني فيها حاجات بالنسبة للأمطار غزيرة فيها جدا، فدي نتوقع ونتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخف عنهم، لأن طبعا الخسائر زي ما حضرتك في التقرير قلتيها كبيرة جدا ألمانيا وما زالت. بالنسبة للخسائر لألمانيا، بالنسبة للمفقودين، هو طبعا المفقودين عدد الضحايا زي ما حضرتك ذكرتي هو أكثر من 180 بشوية، ولكن بالنسبة للمفقودين وفي حتى الآن أكثر من 500 مفقود، ولكن اللي هو المحصول تماما حوالي 158، ولكن بعض التقارير وصلت الآن تفيد بأن بعض الأشخاص في وقت هطول الأمطار ما كانوش موجودين في البيوت وكانوا بيقضوا الأجازات، وفي بعض منهم طبعا سافر لبعض الأجازات لأن ألمانيا فيها حطب صيفية. لذلك بالنسبة للمفقودين ما نعرفش الأعداد حقيقي بشكل دقيق، ولكن لا بشكل دقيق ما نعرفش، ولكن بأن في ناس فعلا مش عارفين موجودين لسه عاوزين يحصلوا، فده هياخد وقت، ولكن هو المعروف أنه 500 كان بالنسبة للمفقودين، ونتمنى يكون أقل من ذلك. أستاذ أحمد، كيف سلطت الفيضانات التي حدثت في أوروبا بشكل عام وفي ألمانيا طبعا بشكل خاص الضوء على أهمية قضية التغير المناخي حاليا؟ سؤال جميل جدا جدا. يعني صراحة يعني أنا بقول دايما البيئة والطبيعة لا تنتظر أحد. هتعمل إيه وتفكر إيه لا تنتظر، تاخد مطرها ما فيش مشكلة. فالنهاردة اتخذوا إجراءات وعرفوا إن البيئة بتلعب دور كبير جدا، واتخذت إجراءات فعلية الوقت حتى في إن هم يقوموا بعملية طبعا إزالة الحاجات الموجودة، بإن البيوت اللي هي اتبنت في الأماكن دي اللي هي المفروض ما تتبنيش فيها مش هتتبني تاني. يعني دي قرارات الوقت اتخذت. نعم. وهينقلوا الناس لمناطق اخرى، وده حصل قبل كده في كارثه كانت موجوده في المانيا الشرقيه وحصل نفس العمليه وما رجعوهمش في نفس الاماكن. فدي تعلم فعلا، وده درس كبير ليهم بان هم لا يعتدوا على البيئه ولا الطبيعه المتروكه، دي البيئه الطبيعه لوحدها. فلذلك دي من بعض الحاجات اللي هم تعلموها بالنسبه للشعب نفسه، يعني المواطنين الشعب نفسه تعلم وفهم وقال ان الطبيعه من حقها بتاخد حقها، والناس معترفه بذلك، بس في اخطاء حصلت، لان بعض الشركات اللي هي بتبني البيوت دي والمنازل دي عارفين ان في مناطق كوارث موجوده بيعرفوا، ولكن ما بيقولوش للناس، هم عاوزين يبيعوا بس. لذلك بثبت لذلك من شركات التامين ان هم عاوزين يفرضوا تامين فعلا اجباري على الكوارث للناس. التأمين شركات التأمين الألمانية كتيرة جدا قالوا لا احنا مش هنعمل حد دي، لأن دي مناطق كوارث، هم بيدوهم بيوت في الأماكن، فهم عارفين إن دي مناطق كوارث، ولكن هو ده اللي حصل الوقت ابتدوا يتعلموا، وأعتقد إن هيكون درس كبير اليوم. وبالنسبة للخسائر طبعا في خسائر كبيرة جدا، في أكثر من 500 كوبري يعني يعتبر دي مضروبين كلهم. شركة القطارات، أنت عارفة إن شركة القطارات الألمانية من أكبر شركات القطارات في العالم، عندها خسائر لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد، لان جميع الطرق هناك بالمناطق دي بالنسبه للقطارات السريعه والبطيئه وجميع المواصلات مضروبه تماما، يعني الوقت ابتدوا يشوفوا الخسائر.
وشركة الاختراع حتى ما عندهاش إمكانية إنها تقوم بتصليح أو إعادة تشغيل إلا بمساعدة الدولة. وإذا طبعا مساعدة الدولة دي طبعا هتاخد وقت كبير بالنسبة لهم، لأن المواطنين عندهم أهم حاجة في مساعدتهم وحوالي البيت. وفي تقرير بأن فعلا أكثر من 2 مليار يورو حتى الآن الوقت مجهزة لإعادة الإعمار مرة أخرى في الأماكن اللي هي طبعا تكون مناسبة للطبيعة وللبيئة. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد السيد الكاتب الصحفي متحدثا إلينا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.